محكمة القضاء الإداري تقضي بوقف انتخابات مجلس النواب الجديد وتعيد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية للدستورية العليا. رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وتنفي الطعن على قرار القضاء الإداري. جبهة الإنقاذ الوطني ترحب بقرار القضاء بوقف الانتخابات البرلمانية وتدعو الرئاسة للالتزام باحترام أحكام القضاء وعدم حصار المحكمة الدستورية. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط السفارة الأمريكية، وكر وفر بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط قسم الثاني وميدان الشون بالمحلة. وزير الداخلية يصدر قرارا بتعيين اللواء سيد جاد الحق مديرا لأمن بورسعيد. وقفة احتجاجية لألتراس أهلاوي أمام مديرية أمن الأقصر للمطالبة بالقصاص لشهداء مجزرة استاد بورسعيد. رئيس الوزراء هشام قنديل يبحث اليوم مع نظيره الليبي تأمين الحدود ومشاكل المصريين في ليبيا. مشاهدينا، دي أهم الأخبار وتفاصيلها هنعرفها من عرضنا للصحافة النهاردة، ولكن خلوني في الأول أرحب بضيفتي واللي هتشاركني في تقديم الحلقة النهاردة، نردين فرج. صباح الخير نردين. ازيك يا علي؟ منورة الاستوديو. ثانك يو، ميرسي. وطبعا في الاول عايزه اصبح على كل مشاهدينا، وزي الشمس انا مبسوطه طبعا انا معاكم تاني النهارده، وبتمنى الحلقه تعجبكم زي ما علي قال في التقديمه. عندنا النهارده فقرات كتيره ومتنوعه، نتمنى طبعا انها تعجبكم. وهنبتدي طبعا بقراءه الصحف. يعني هو كان نفسي قراءه الصحف تكون اخف من كده والاخبار تكون طبعا اهون من كده، ولكن دايما وانا معاكم دايما بيحصل. لا ده حال البلد السبع ايام في الاسبوع. بس خلينا نشوف العنوان. هنبتدي من القضايا اللي سيطرت النهاردة على الصحافة في مصر، هم ثلاث حاجات. أول حاجة عصيان الأمن المركزي. امبارح شفنا عدد من جنود الأمن المركزي بيرفضوا الأوامر وبيقولوا إن هم مش هينزلوا المظاهرات. تاني حاجة مظاهرات الألتراس، وتالت حاجة هو الأنباء القضائية عن تأجيل الانتخابات أو رفض دعوة الرئيس. المصري اليوم في صفحتها الأولى خدت الثلاث قضايا دول في منشط واحد وقالت انذار من الألتراس وعصيان في الشرطة والقضاء يوقف الانتخابات. الجيش في بورسعيد عمل عملية غريبة جدا، الجرام بيسميها تبادل أسرى ما بين الشرطة والمتظاهرين، وزي ما شفنا في الأخبار تم نقل مدير أمن بورسعيد إلى منطقة أخرى وتعيين مدير أمن جديد. بالظبط كده. هنبتدي كمان بأهم خبر بصراحة كان موجود امبارح واتكلموا عنه كل وسائل الإعلام، وهو حكم القضاء الإداري. هنبتدي بالتحرير في الصفحة الأولى، العنوان هيتأجلت القضاء الإداري وقف الانتخابات وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا. طبعا كنا بنتكلم أنا وعلي عن الموضوع دوت قبل الهوا، وكان أنت ليك رأي في موضوع هيتأجلت. أنا حاسس إن عناوين الجرايد النهاردة اللي بتتكلم على القضاء الإداري، ويمكن هنشوفها مع مشاهدينا في كل الجرايد ما عدا الأهرام، تحس ان هي فيها نوع من انواع الشماتة. يعني المصري اليوم بتقول لك ضربة قضائية، التحرير يعني وانت بتقري اهي تأجلت كده بيجي صوت فودك اهي تأجلت، اللي هو شمتانين في ان هي تأجلت شوية. طبعا يعني انا متفهمة رأيك جدا، بس اهي تأجلت لانه فعلا يعني الانتخابات اللي كانت المفروض تبقى المرحلة الاولى ليها في 21 و22 ابريل كانت نص البلد تقريبا مقطعاها، يعني كان في كده كلام كتير مشاكل كتير حواليها، فطبعا هيتأجلت دي جت بتنصف اكيد ناس كتيرة جدا. المصري اليوم في صفحتها الاولى خدت العنوان عن التأجيل الانتخابات القضائية وقالت ضربة قضائية للانتخابات، القضاء الاداري تلغي قرار مرسي وتحيل القانون للتحقق من دستوريته الى المحكمة الدستورية العليا. هنخش في موضوع تاني برضو من اهم المواضيع امبارح، وهي انتفاضة الامن المركزي، انه في ائتلاف للامن المركزي، وانه الائتلاف ده قرر انه خلاص الامن المركزي مش عايز ان هو يبتدي يضرب المتظاهرين تاني، وعايزين يبقى ليهم وقفة في الموضوع دوت. برضو في التحرير في الصفحة الاولى العنوان يوم الحساب للداخلية. خبر تاني عن الامن المركزي جه في الصفحة الاولى لجورنال الصباح، الامن المركزي ينتفض، كان فيه هجوم او اعتداء على السجن العسكري في السجن العسكري بقنابل المولوتوف، والمجندون حموا السجن العسكري ومكتب مدير قوات المنصوره واضراب الاف الضباط والجنود في ست قطاعات.
أخبار دسمة جدا والاشتباكات حامية في عدد من المدن، ولكن الاشتباك اللي حصل برضو امبارح انتقل إلى الملاعب الرياضية، وامبارح كان في ماتش ما بين إنبي متصدر مجموعته وحرس الحدود. حرس الحدود كان لسه خارج وهو فايز على الأهلي 3-0، ولكن ده لم يشفع لي قدام إنبي، وإنبي فاز عليه بأربع أهداف للا شيء. نتابع تفاصيل أكتر في تقريرنا الرياضي. المنتخب الوطني يواجه نظيره القطري مساء اليوم بالدوحة في إطار احتفالات قطر باليوم الوطني، على أن يخصص عائد المباراة بالكامل لمستشفى سرطان الأطفال. يستضيف نادي بتروجيت طلائع الجيش في 5:30 اليوم ضمن مباريات الجولة 6 للدوري العام، بينما يلتقي المقاولون العرب مع الإسماعيلي في 8 مساء. حسام البدري المدير الفني للأهلي قال إن النادي قد يضطر للتعاقد مع لاعب فولان ميكائيل تافاريس رغم عدم اقتناعه بمستواه لسد العجز في مركز لاعب الوسط. الدكتور إيهاب علي طبيب النادي الأهلي أكد عودة سيد معوض للملاعب خلال أسبوع بعد أن تعافى اللاعب من الإصابة. الأهلي يتمسك ببقاء رامي ربيعة ومحمود حسن تريزيجيه ضمن قائمة لقاء إنبي في الدوري، ويرفض الاحتفاظ بهما في معسكر منتخب الشباب. وقع عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك على لائحة مكافآت اللاعبين التي عدها أيمن يونس عضو لجنة الكرة وأقرها مجلس الإدارة. الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد 12 من مارس الجاري موعدا نهائيا لرد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق على شكوى النادي ضده بعد هروبه إلى نادي ليرس. يخوض محمد صلاح والنني مواجهة صعبة مع بازل مساء اليوم ضد مضيف زينيت سان بطرسبورغ الروسي في ذهاب دور 16 لبطولة الدوري الأوروبي. من الأخبار الرياضية لأخبار انتخابات اتحاد الطلاب، والانتخابات دي حصلت في كذا جامعة ونتج عنها يعني نتائج كويسة. كان في عدد من المرشحين الجدد اللي كسبوا، ولكن كان فيها بعض المظاهر السلبية. نردين بالضبط كده، عايزين برضو نبتدي بالمصري اليوم في صفحة 4، هنتكلم عن انتخابات اتحاد الطلاب في جامعات مصر، والعنوان الجنازير والعصا في انتخابات الجامعات، هزيمة للإخوان في 4 محافظات، والطيارات المدنية بتكتسح في الأسكندرية وقنا. من أخبار اتحادات الطلاب إلى أخبار العصيان المدني والمدن المشاركة في العصيان المدني، ما زالت الاشتباكات مستمرة في عدد منها زي ما شفنا امبارح مثلا في بورسعيد. وشروق خدت الخبر ده في صفحتها 5 وقالت هجوم بالمولوتوف على المحكمة العسكرية في بورسعيد، قنابل غاز جديدة تصيب بعمى مؤقت، وقنبلة تصيب متظاهر بكسر في الجمجمة. المتحدث العسكري ردا على الدعوات بأن هل الجيش هو اللي هيأمن بورسعيد ولا لا، قال تأمين أهالي بورسعيد والحفاظ على أرواحهم هو عهد قطعته القوات المسلحة على نفسها مهما كانت التضحية. لسه برضو مكملين في نفس الخبر وفي التحرير، الصفحة الأولى احتجاز مساعد وزير الداخلية بالإسماعيلية وائتلاف الأمن المركزي لن نواجه المتظاهرين بعد اليوم. كمان صور السيسي بتظهر في بورسعيد ولافتات تطالب الجيش بإخلاء المدينة من الشرطة. من بورسعيد إلى القاهرة ومن جرنان التحرير إلى جرنان الوفد، الوفد خد في صفحته الأولى صور وعناوين للمتظاهرين واشتباكاتهم مع قوات الأمن في القاهرة على كورنيش النيل. احنا شفنا تابعنا الاشتباكات دي كانت مستمرة طول الليل، وحتى هذه اللحظة يعني في الساعات الأخيرة الاشتباكات توقفت، ولكن هناك حالة من الهدوء الحذر اللي موجودة على كورنيش النيل. كان في كمان عدد من القضايا الهامة امبارح، وكان من أهم القضايا القضية الخاصة بسجن رجل الأعمال أحمد عز في جريدة الصباح الصفحة الأولى. سجن أحمد عز 37 عاما في قضية الاستيلاء على الدخيلة وتغريمه 4 مليار جنيه. دي احد بعض اهم عناوين الصحف اللي معانا النهارده، وهنستكمل عناوين الصحف ولكن بعد ما نخرج لفاصل نشوف في اهم العناوين اللي جت من جرنان الاخبار والجمهوريه، وهنستقبل بعد هذا الفاصل ضيفنا الفنان العزيز والفنان الشاب هشام اسماعيل. في عرض النهارده العدد الاسبوعي لجريده الجمهوريه بنبرز اكتر من حدث مهم، أهمهم قرار محكمة القضاء الإداري وقف الانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها. وطبعاً هذا الخبر يعني يهم ويشغل بال كل المصريين بلا استثناء، خاصة حزب الحرية والعدالة كان قد بدأ بالفعل إعلان بعض قوائمه في المحافظات، وكان سيعلن اليوم
القوائم النهائية. محكمة القضاء الإداري في قرارها أحالت أيضا القانون 212 اللي هو قانون ممارسة الحقوق السياسية إلى الدستورية. أبرز العناوين الثانية إن يوم الحسم يوم السبت، الألتراس يهدد والداخلية تستعد، وهذا اليوم واضح جدا أن يوم السبت القادم في أزمة حقيقية تهدد مصر. من ضمن العناوين النهاردة أيضا أن في المتحدث العسكري بينفي أن يكون الأهالي في بورسعيد قد ألقوا بالحجارة على قوات الجيش المتمركزة في محيط مديرية أمن بورسعيد. في خبر مهم جدا أن لأول مرة قوات الأمن المركزي ترفض المشاركة في حماية أمن بورسعيد من خلال معسكر الإسماعيلية، ورفضوا، ولكن بعد مفاوضات كثيرة جدا انتهى اعتصام قوات الأمن المركزي، وده يعتبر أول عصيان مدني أمني في الفترة الأخيرة. المنشط الخاص بينا سواء في صفحة الكفر واللي تميزنا بها في الأخبار اللي بتضم مجموعة من العناوين، وفي المنشط الرئيسي في صفحة 3 هو حكم محكمة القضاء الإداري. زمايلنا في القسم القضاء عملوا شغل متميز على كافة المستويات، لأنه عملوا حوار مع الدكتور إحسان كميل وجابوا رأي مساعد وزير العدل فيما يخص الطب الشرعي. الدكتور كميل قال أنه أنا بدفع ثمن قرارات وزارة العدل ورفض انتداب ابنة النائب العام، وأكد أنه محمد الجندي الناشط السياسي الذي ينتمي إلى التيار الشعبي لم يتعرض لصعق بالكهرباء، وقال أن وزير العدل تصريحات وزير العدل حوالين هذه القضية هي اللي مثلت هي سبب الأزمة. في حكم رادع في قضية الحديد الدخيلة، طبعا 27 سنة مع الشغل لأحمد عز وتغريمه 6 المتهمين كلهم ب 6 مليارات. امبارح كان في اجتماع وزارة الخارجية العرب في أحد فنادق مصر الجديدة بعد أن تم نقل الاجتماع بعيدا عن ميدان التحرير، وأقر ما كان يجب أن يقره منذ عدة أشهر، اعترف بالمعارضة السورية كممثل شرعي وحيد ومحاور أساسي، وترك مسألة التسليح أو قيام أي دولة عربية بدعم المعارضة وجيش السوري الحر مفتوحة.